مرحبا كيف محمد. حالك كيف شهر؟ حالك وشلون؟ الحمد لله شوفك. كيف حالك انت؟ مرحبا زرتوني. حي وسهلي. حي الله بضيوف قابوس. حي شوفك. حي شوفك. كيف حالكم؟ الحمد لله بنعمة. وش تكونون؟ بخير ما حد شاكي. وعلومكم دامت. تعيشوا الدور. في اخبار؟ كيف حالك انت؟ يا حي الله وسهلي. ماشي علوم؟ ما زاد. ماشي خبر؟ الحمد لله الدار ساكنة من فضل الله وفضل قابوس. يا حي بشوفك. حي بشوفك. مرحبا قرب قرب. ان شاء الله. حياك الله. حياك الله انت ولا عندك؟ تفضلوا. هذا مكانكم. هذا مكاني. مكان الله. يوم يخيس هذه الطريق نعم. نتحول فيك السمرة ها. زين. هذه غاف. احنا بنعرف بس المشاهدين في البداية. احنا اليوم في ضيافة البادية. وتحديدا في ضيافة الشيخة بنت ياسر المجعلية. وفرت لنا يعني كل سبل إنجاز هذه الحلقة هنا في البادية في هذه العزبة. العزبة قد لا تكون هي الصورة الدقيقة لحياة البادية سابقا ولكنها الصورة الأقرب. كل شيء في تطور، الإنسان في تطور، البادية في تطور. سنتعرف على بعض ملامح من صورة البادية من خلال الشيخة في مكانها في هذا المكان الحلو في البر، وراح نعرف تفاصيل كثيرة وراح نرجع بها بالذاكرة القديمة كثر ما نقدر إن شاء الله. مرحبا شيخ حيبك. حياك يا حي وسهلا. يا حي الله وسهلي. هذا المكان الأول البادية اللي خدمتهم هوش وبوش ويسكنون فاسيوح. نعم. موين يخيس بدلوا فاديه، والحين عصر قابوس الله يطول عمره أبني فيه الشوارع والموظفين قصور يعني. وصاحب القلال شوفوا علينا نور. صح لسانك. صح لسانك. وسلامة راسك. هذه هي صورة البادية إلى حد كبير. البوش أبوش. والهوش والسمرة ويعد هذا اللاك يعد. نعم. وسلامة راسك. اللي يعد ضروريات عند البدو. البدو ضروريات. ولا من هين بيغزلوا؟ يا هذا الله يسوون من هنا صوف. نعم. ويغزلونه. ولا بيض يصبغونه بفوة ويسوون منه رقم. بهش صبغون؟ يصبغونه بفوة. فوة. وإذا الله يهبهن. هذه غير عن النيلة؟ هذه ياها. يعني غير عن النيلة. السلام عليكم. يا الله. أيوة سهل. كيف حالكم؟ بخير. كيف حالك؟ صحيح بخير. كيف حالك؟ بخير. حيب وسهلا. بنعمة الحمد لله. خير بنعمة. خير محمد شاهي باس. كيف حالكم؟ خير عليكم. كيف صحتك؟ خير. خير. يا مرحبا شرفتوني. خير. يا حي وسهلا. خير. نعمة الحمد لله. يا مرحبا. حيبك وسهلا. تفضل يا شيخة. تفضلي. حي شحالك؟ حي الله ميت. خير. حالكم انتم خير. مرحبا. يا حي الله مرحبا. حي حالكم من زمان ان شاء الله. شيخة الله جاراتك ناشده يا ناشده هنا اخواتك ولا لا مره قرايبي مره قرايبك يا مرحبا والعلوم علومنا عند الشيخه لا سل... والله ما ناشد عنك عزيه الله لا ما يستوي عزيه الله علومنا عندك بهو ما يستوي ناشد مش علوم والعلوم بهو حياك الله صوبك ما علمت شيء والعلومتي دامت علومك خير حدمات لحد مهود الحمد لله كل حد خير يا حبيبي سهل يلا تفضل يا حي الله استريحي الله عليكم بالعافيه ان شاء الله يا حيبك وتجلستوا جالسين في مكان الله يعمرك وهذا مكانكم هذا مكان الحمد لله ربي نعم لكن ترى البدو لو سكنوا في بيوت الحديثه والجديده ما يستغنوا عن هالمكان لا ما يستغنوا تكلمتي لا والله لازم يسووا عزبه ما يستغنون عن مكان هذه الحمد لله ربي نعم الحمد لله فيها فراغ ويشوفون حيوانهم يشوفون الحبوش ويشوفون الهوش ويشوفون على الطبيعه الحمد لله ربي نعم يشوفون على الطبيعه ويشوفون زايد هنا ناقصا ويشوفون منين تنجرن ويشوفون منين تضون والحمد لله ربي ومتفرغين في شوفهم الحمد لله ما فضيله الله ويوم ايهم الحي ينعمون
شهرين بنعمه. نعم الحمد لله على اللبن والسمن والخير الحمد لله. هذا يوم يستوي الخصب. ويوم يستوي الخصب ويوم يجيهم الحمد لله. نعم. وما نجيهم محل الحمد لله هم يدفتم. نعم. الطعام والشرية والحمد لله ربي والله يرجع عليهم إن شاء الله. زين حنا بنرجعكم إلى 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 زمان يعني يوم صغار. يوم يوم, يوم يوم الحياة بعدها لا في البادية. كيف كان كيف كانت الحياة؟ كانت في بادية ذاك يوم في بدية. يباتون يضعنون من مكان على مكان. ومن هنا يشوفون مكان زين تحولوا فيه. ومن هنا يشوفون مكان كل من مكان لا زين تحولوا مكان هذاك اللي هو الشم بيستريحون. يدورون الماي. ماشي بلدية تاكلهم. ماشي بلدية تاكلهم. وما يروون يرحم الله فوق حمير حشاك. وفوق بوش وفوق تعب. عرب اول الحمد لله ربي ومنعمين في تعبهم. الحمد لله ابنهم. نعم. كيف يتنقلوا؟ يعني ايش اللي يخليهم يتنقلوا من مكان لمكان؟ يتنقلون الحمد لله ربي يوم يكون مكانهم زين ويشوفون حيوانهم تعب. نعم. برادوا اول رادوا هالمكان هذاك المحل رادوا هو مكان مكان غير. ويشوفون اللي يقولون مكان زين تحولوا فيه. زين. حيوانهم استراحوا وراحهم استراحوا والحاجة اكو من هين ادمي مكان بعيد. نعم. يروون فوق حمير وفوق بوش عرب اول. وماشي الحال عندهم. نعم. زين احنا نبى نعرف الحرمة البدوية ايش كان شغلها في البيت وفي مكانها؟ يعني ايش شغل الحرمة وايش شغل العرب؟ العرب هم اللي يخدموا ويشتغلوا ويمشوا. الحرم ما جاي شغل عندهم. لكن الحرمة في مكان واحد؟ في مكان واحد، الحرمة في بيتي عند عيالي وعند حيواني. ترعى تطلع ترعى؟ ترعى تنشر من نشر الصبح لين تجي ضاوي. إلى الساعة كم؟ على قرايب. على غروب. كم مرة ما يعرفون ساعة. على غروب. على غروب ولا على الساعة حسابين عاد على الساعة 5. الساعة 4 والساعة وكذاك. كيف يعرفوا الوقت أول؟ يعرفون بس في التيام الشمس يروحون يعلمون على الشمس. على الشمس. نعم. يوم تكون الشمس فوق الرأس قالوا ظهيرة. ويوم تكون الشمس عصر قالوا عصر حسابي. زين. يوم تسلم الشمس الدف قالوا مسيء. إيه. ومشي الأحوال ماشي وأهل أبوش يرحم الله والعرب ما عندهم شيء شغل يغير يرعى بحر في بحره. وراعوا اللي عندهم بوي عندهم بوش يروحون فيهم. نعم. ويجونك على بحر يضمون تحليهم ولا عندهم مايود. هم البدو في عمان هالبحر وهالبر. هالبر يكونوا في بحر وبدو. تراهم العرب ما عندهم شغل شيء غير البحر. واللي نعم. عاد يوم يكون قرب بحر. ويوم يكون مكان في بداية مكان بعيد هو بوش معه. في الشتاء يكونوا صوب البحر. لا في الشتاء يكونوا السياح. نقربه وضقيض يحضرون البلاد. وضقيض يحضرون البلاد. يحضروا قرب البلدان. قرب البلدان. نعم. واللي يخرف بحور عادي عند حيوانهم يخرفون هناك. انزل. واللي حضر بلادي حضر. ومن صلت الحرمة الفجر ايش تسوي اول شيء كانت؟ اول كانت يوم الثور مفير ترضع بهمي حشاك. نعم. كمر الشاهي ما شاهي ما شاهي عندهم ما شاهي شاهي ما شاهي ما شاهي كان قهوة عندهم قهوة وهي كان ما شاهي قهوة حبت من حيواني أعطت عيالي وثارت ورضعت بهمي حبت ملوش وعطت عيالي. هذاك هو الفطور هو هذاك الفطور ما عندهم شيء غيره. عرب أول هذا لكم من قاعد يعرب من الوسطى هذا الحمد لله تطول عمر السلطان يا ربي واللبن ما يعني اليوم شيء ثلاث وجبات رئيسية عند الناس ريوق ولا فطور يسمى وغدا وعشاء. غدا وعشاء. نوبة كانن ثلاث وجبات في اليوم. ثلاث وجبات في اليوم. إيش أكلهم البدو؟ طول اليوم هم الأكل. أكلهم الأساسي البدو إيش؟ بدو الحين. عيش ولا عرب الحين؟ ولا. عرب أول عرب أول. أول. أول عرب أول ما شغدي. ما شغدا. لا. ما شغدي عرب أول ما يذوقونه. إيه. ما يذوقونه الغدي. على قرب المرأة. على قرب عادة يوم يحضرون البلاد يأكلون عوال حجاك. نعم. ويطون رطب. نعم. والعيش ما يذوقون. خبز. خبز ما شيء بس ما يرحى على اللسم. يا الله. على اللسم يحيدونه. على الخبز. غير كان ذي حشاك طحين بلاد. نعم. هذه بر. اللي عنده بر ويطحنونه فوق رحاء. نعم. يسوون خبز يطحنونه يساعدون على رحاء. نعم. ويطحنونه. ويخبزون منه. بدال العيش الحين كان 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 البر. بدال العيش الحين كان.
عندكم خطار. عندنا خطار الحين يلا سلم سلم. يا حي. سلم. حياكم تفضلوا قربوا تفضلوا. نعم الحمد لله كيف حالك؟ بخير. يا حي قربا قربا. تفضلوا. بحاول. بحاولك انت. مرحبا ما درنا كون مسامحات. ما درنا ما درنا. ايوه مرحبا. كوني مسامحه. يا الله يسمح دمك. الله يسمح دمك. يا مرحبا. تفضلي قربي. كيف حالكم؟ غير العادي. كانكم جايين هم زايرين وهيك؟ زايرين الحمد لله مرة. أنتوا لهني جيرانهم ولا من بعيد؟ ها؟ لا جيرانهم. جيرانهم؟ آه. زين بنشدكم عن تربية الأطفال أول. يعني في البادية وماشي مثل المدينة ماشي يعني الأشياء قليلة يعني. لا كيف تربوا الطفل؟ ربونا سووا له مركب. مركب من هذه قطعوا من منز. صدر منز احنا نسميه انتم منز تسمونه انتم ايش تسمونه؟ احنا بدو نسوي مركب زين نقص من صدر ولا ايه. من حي الله شيء يكون مناسب سمره ايه. ويحانونه ويسووا له شباك احبال يستوي كانه سرير ويستوي كانه سرير ويجيبون الحافه فوقنا زين والحليب اذا اذا ما حليب الام اغنام حليب من الاغنام حليب من الاغنام ومن اللبن ماشي غرشه صناعي بهو ماشي غرشه لا ما شغلت مصعد 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 انسان غير صغير زين مصعد هذا من هذه قواقع من البحر ما البحر ما الصناعي يصنعون اسكي ومرة ما البحر زين. ومرة انا زلاني لاحقين عليهم يغرونهم كيس صب من حليب هني على ياهل في دينا اي دينا زين ويشرب ياهل على يروى زين اوه الحمد لله وماشي الحال وصحتهم زينه اول احسن ما مكان وتربية عرب اول ما ان شاء الله عليهم هنا والحال ماشي ومن كبر شويه من كبر شويه كيف؟ من حال الحول عليه من حال الحول عليه على الحولين هو تحت امه وتحت الحليب نعم من بعد الحولين فطمته الحمد لله نعم كبر وعاش ايش تسووا له من يتم السنه؟ من يتم عقود السنه؟ تسووا له حفله؟ لا ماشي حفله الحين يسموها عيد ميلاد لا عيد ميلاد لا ما يسووا لهم شيء الله ان شاء الله عند الله سبحانه تربيته زينه وصحته زينه ما حد يسوي له شيء الحين سووا لهم الحين استوت هذه ما شيء حول ما حول نعم. يخطف خاطف سنه السنتين والسنين ما عاد يعرف من كيف ويكبر ويكبر وصحته الحمد لله الله موت عمره ويتبع اخوته ويتبع اخوته متى عاد يتحرك كذا في البر ويمشي اها من ما تخافوا عليه وهو صغير لا من العيال 6 سنين عيال 7 سنين ما شاء الله ربعه في الحيوان وربعه في اللبل وربعه في البوش ويخاطبون ويقبضون عيال 7 سنين 6 سنين ودروا 11 من يكون 11 عاد نعم هذاك خله هاني ملك عليه تملك تنوايده من يكون 11 عاد يعني عند البدو 11 يحسبوا رجال يحاسبونها رجال ما مثل الحضر لا من 11 رجال يحملونه من كل شيء والحضر لو زين الحضر يتاخروا شوي من 11 يحمل كل شيء يحمل مره تدري كان اكبر على اخوه تدري بيت اخوته ويصفر نعم يصفر ويبحر بحر نعم. واللي بر بر واللي بوش نعم ويروون قرب يروونهن على بوش يتحمل حملة وايدة ود 10 كنا رجالا هنا هذا الصبي والبنت والبنت كان ما كان نعم ترعى الهوش وتتسد اخوتي وتسد امها من البنت 10 بس كانها حرمت هنا من بنت 12 هي بزوجي و13 بزوجي ومتحملة حملة هنا مخلايا يعني من ستوت عمرها 7-8 سنين كانها حرمت هنا نعم محملة في الأخوت ومحملة في البيت ومحملة في الحيوان وتنشر ترعى من الساعة صبح لين يجي الساعة 1 ولا 12 نعم هي شان نشر يكون اليوم ما شاء الله يعني العدة هني والشيخ شيخة ما مقصرة يعني العدة كاملة هني خالة ايش هذه اللي قدامك؟ هذه احنا نقول لي كرمة كرمة؟ كرمة هو الأول نافعي والحين روح الخوص ليش تستخدم هذه؟ يعني استخدمها اولا حد يستخدم الحضاري يستخدم منها حسابا وبداوي يوطب هنا بر يطحن بها بر اه والحليب والحليب لا تصلح حقي كرمه قرو لقا هذه حسابي وطابي طحنه ومجدري فيه هلاك شيء منهن حتى ما يعني ما يصلن يعني هذا لا حداد كبير ونسوي اذا حطيتي فيها الحليب ما يطلع يعني لا نغطي لي حليب حسابي مسمو انعتمي حسابي بلبن قليظ حسابي بحلبه ندق ونخلي الحليب فيه زين ونقول بيسكين حسابي نقول هذه انعتمي ايه. ما يروح منه اللبن ما يخرج منه اللبن نعم
عاد وخلاص نحاول فيه غير يكون كبار هذا اللي صغير. البن لازم يكون موجود عند البدو. لازم بس هذا محماس. هذا محماس. ويكون فيه مقلاب. ومقلاب. مقلاب. أوه هذا مقلاب. هذه مقلاب هذه شوف. أوه مقلاب هذه. هذه يوم يكون نار تقول أنا أنت. وملعقة. أيش تملعقة. هذه مقلاب. أنا ملعقة ودقة هي عندي قاعدة. أنا ما كذبت. لا تخلي يحترق ولا تخلي يكون. مشان تكون طعمه زين. وتوقف فوق النار. تحركه يقول ما تمام تحركه ما تخلي لا لا ما توقف اللي يحترق لو وقفت عنه بيحترق نعم لين يكون مره حلو تعطيه داخل الملعقه نعم اول تبرد وخلاص تعطيه داخل الملعقه. طيب هذه فرصه نعرف الاشياء هذه كلها ايوه ومدليات تعطي في النار والمدلات ما جه زمزميه عندهم ماشي تربط هذه مدليه ولا تربط هذه مدليه ولا برمه وبردات ودفوا على نار يمك يعني مره كانت هذه وكانت كانت الطين الطين هذه مدلات الطين نعم وهذه نوبه هيك والطين هذه والطين وهذه النخل نعم وقهوي وطن هي فاكهه حبه قهوه فوق عراسي وجيبها هذه جيبها لكن عايش من هذه لكنه قربه وسعن بس سعن وجربه صغير وواحد كبير ايش الفرق بين القربه والسعن؟ ليه؟ هذا صغير السعن صغير وهذا جرب نقول كبير جرب العاده ويوم تمشي انت تستقين من بعيد من الطويل فيها ايش تستقين؟ مده كيلو ايش اللون هم؟ كله فوق فوقك توفى ايش سعن؟ السعن وجرب السعن يمكن السعن يكون اخف شوي نعم ويستقبه مده كيلو ولا كيلو زين الحين حدا ما سميه كذا ولا هم اللي يعرفون كيلو ولا كيلو يشلون من شهر يوم اللي جروا يجيبونه منه لازم تخلي الحرمه الماي يعني تامن الماي يكون موجود على طول في ماي ماياها عندها سحاله وتروي على طوي دلو نعم وتصب في قلبك وهي خاطره على انترستها وهذه ايش؟ كلمينا عنها ما سمعنا حسي احذل احذل هذه هاي يرقد احذل ايش هذه؟ وهذه نسوي بها احذل ونطلع هذه احذلها ايش نحثل؟ احثل احثل هي هالكونة مو ورد وهي هالكونة مو ورد وهي هالكونة من حي الله حياة ورد من ورد ومن شنخ يسمونها وهالكن الحليم ونخلنها هذا الهيش هذا بعد راح يدق يدق هي مثل الورد ويسمونها شنخ وهي زعفران ويهاركوني ويهاركوني ويسووا لي هي زعفران مبخار يتروحون يتروحون والله كذا يولي حتى يمول والزعفران يوطي فوق هوا يوطي كل شيء هيش زينة الحرمة يعني الحين يسوون مكياج يسوون أشياء أول هيش زينتها الحرمة إيش زينتها الصيغة هذه لا تلبس زين وزينتها تطلع من هذه وتطيهني وتطلع منها وتمسح وتترس عمري بس هذه طيعتي زعفران والصندل والورس تسوي على جبينها جوا كله على وجهك ويديها وليولي زين ماشي كريم ماشي كريم انزين. بس هذه اللي حتى وتسوي النقط هذه من زينة الحريم يعني لا النقط من زينة الحريم زين والفضة والفضة تلبسها في مناسبات ولا حاجة ولا بس ما يخلطوا الحريم لا هي يقدروا يذورون فيها نعيدها عن كل عقل طول الوقت طول الوقت يعني بنها يقدر ما مثقلات لا لا يحسن بس ولا عندهم خبر زين تلبسن وتوطى يضرين عليها وهذا يقدر من ويذور ربنا ولا شيء خشي فوق كندي ولا هذه غلاميات هلا غلاميات حلق حلق هو تلق دبان وثربان على طول ولا نعم. عندنا مح ولا عندنا محنه منها تسمن شبقات نعم هذه شبقات وهذه الغلاميات نعم. وهذه الدق وهذه حرق تبيع ولا نعم وامسيلم سيلم انا نقوم جوجل سمك تلم توني كل شيء متوفر نحل يوم لحد مشهور ودي في الطباشة على طول ايه ثانك يو ورانا هذا السعر جلد من الغنم يسووه على قرب واللي يبغى يشرب شرب على يده كيف؟ زين ويعطون فوق السحابة الحين ما حد يرضى يشرب من سعن لا لا ما عليها وهذه هنا ناب زينة يسوونها يوطن فيه سيمانها زين هذا منه وكله يعلق وكله يعلق وهذه وهذه يوطن ثيابها هذا خرق خلي يوطن فيه ثيابها الرقم هي غير عاد قديم اذا في البيت ترى معلق
اللي في بيت معلق ويوم يتحول. وإذا في السفر يشيل سيمانهن داخل. على الراحلة. على الراحلة، على بوش. نعم. بس وسلامتك. نعم. وذي؟ وذاك نابه. هذه وطن فيك حل. يوطن هي زينة. هي. طاح. لشان صغيرة صغيرة هنا تحط. كل شيء يوطى فيك. يعني مثل ما الحين الحريم يشيلان شنطة. شيء كان يشيلان. لا لا الحين ما يشيلنها. ما يشيلن شيء في دينها. الحين شنطة. لا أول. أول لا. ما يشيلن بيوم الأشياء. أيوة يشيلنها. يوطن يدها وفي. هذا إيش؟ هذه يوطى في بن. هذا للبن. يترس بن ويوطى سيارة بيه. يشبه استعن هذا. اي نابا من استعن. ايوه. غير نابا خذ منه يسوي له سم. هذا مصفد. مصفد ومنقوش. اي من زمان ودلياوي. منقوش هذه. عليها نقشة. فيها نقشة حلوة. خدمة الأول. وسلامة راسك. وانت سالمة إن شاء الله شيخة. وهل الأكل هناك بعيد؟ هنا. هذا كردي صور. هذا؟ هذه شملة. هذه شملة. ليش تستخدم شملة؟ استخدمونها فراش أول يفرشونها ويتلحفونها. نعم. ويوم في بوش يودوني. فوق البوش. وهذه؟ هذا كردي صور. هذا الرداء. يتلحفنه. نعم. وإذا لك واحدات يشيل السود يصبغنا بالنيل ويعاد خدمة صور معروفة. نعم. حلو. زين أول يوم يوم أرد على الطفل يوم الطفل في المنز وتبوا ترقدوه. نعم. إيش تقولوا له؟ إلو لون علي أنا ما مشان أعرف. ها ما تحفظ. يهز الملك علي. يهز. بس حد يهز علي. ويغني له قلام تاني. ويغنوا له. ما عارفني ما ربيت. يغنوا له يغنوا له. لا بس يهز يهز يهزون علي. ها. لا لا يا يبعثنا عشان وايد كي هذا. يهز عليه ولا. ايه. يهز ويغنوا له. حد يغني بس مين؟ ما تحفظي ايش يقولوا؟ ما لازم تغني بس ايش يقولوا؟ الله ما حافظ حافظ غير احد امي هز عليه علينا زين زين بنشدكم على الرمضان في البادية اول كيف يعرفوا الناس ان هلو كيف يرمضوا وكيف يعيدوا؟ علي رويته. علي رويته. معلم من يشوفون عسى أرواحهم. مروحهم بس علي الرويته. يصومون على شوفة ويفطرون على شوفة. ويفطرون على شوفة. في يسووا بعض المناطق وبعض المحافظات والولايات يسوون القرنقشوه ويسوون الشعبانية ويسوون عند البدو ايش يسوون؟ ما يسوون شيء، اسمعنا عند الحضر يقول القرنقاشو يا ناس يهملوا ويدقون بيبا. لكن عند البدو ما عندهم يسوون تحلوبه ولا عياده في العيد يسوون حفله ويوم زحفوا على راسهم يسوون نقعه فق. زين. هذا احد يشوفون له لانه صح يسوون نقعه فق. ايه. ويا فطر قالوا وصبعك العيد سووا نقعه فق، ما جيت تليفون ما تليفون. واذا بغوا يبلغوا بعضهم بعض اذا شيء عرب بعيدين. بس نشره. نشروا. ينشروا لهم؟ ينشروا لهم ما شيء يوصل. بس ينشر طارش صوبهم. ولا باتفاق نوبه؟ لا لا ما شيء. ولا باتفاق ولا غير عادي يعرفون. ولا حد من الحليم ربت ولا استوت عندهم شيء عاد من العزايم ولا شيء قريب انهم يسوون يعرفوه انها مستوية. نعم. نقعد فق. ولا عاد طارش. كم مسافة بعيد ينشر له طارش. نعم. ساعة على ساعة ما يقوم. وبيجي عاد ناجس. نعم. كان يوم ويومين واسبوع وشهر. بس صفر صفر وقبوش. نعم. هكا. زين الحريم لما يرمسن يعني رمسة العرب معروفة فيها تغرود وفيها طارق وفيها عند الحريم شيء؟ لا جلد يسولف. ويغنى؟ لكن لحد منها. لحد منها. لحد بعضها. نعم. يسولفون ويتخرفون على حيوانهم. وعلى النسوبة وعلى من القربة بس واللي سامع خروفة في مكان يبها ولا سامع خروفة كان أول زمان أول قالوا كي كان هلأك ربعنا الأول قالوا كي وواحد يطبق عليها وحد لا نعم والناشدة العلوم والناشدة العلوم
من حرمة ناشد مثل ريال؟ ناشد ناشد اسمه؟ نعم الحين ضيف يوم يجي نعم تنشد عن ما ينشده وحن يوم وصلنا نشدتونا نشدك انت نعم ما انت تنشد الحين نعم حنا نشدك انت نعم نشدك عن العلو اللي ساكن اللي ساكن ينشد الواصل لا الساكن ينشد الواصل واللي ماشي ينشد الجالس الرايح نعم الرايح نعم قضينا يوم حلو اليوم باقي نترخص عاد ترخصونا يا جماعه الله يقدمكم خير مشكورين خير مشكورين وانتوا عزيز يعودكم الشباب ما قصرتم علي بلادكم مشكورين شرفتوني جزاكم الله خير لا لا داهم هذا ذهب وبكون عندي ما مقصره شيخه بنت ياسر بن حمود مجعليه مشكوره لا الغدية الزاهر أحسنتي لا والله أحسنت غير الغدية الزاهر إن شاء الله ونهمك وتأخذونه إن شاء الله وخلاف بحفظ الله ورعايته لا لا ما تقصرين يطور عماركم وعمر قابوس إن شاء الله تبوي قصرت اليوم يعني خليتينا نعيش حياة البادية ورجعنا على ذكريات أول شوية لا الحمد لله مشكورة مشكورين مشكورين مشكورين